بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون الزراعه عموما اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن عنصر من اهم العناصر الموجوده في او ضمن العناصر الصغرى آه العنصر ده هو يا جماعه آه مهم جدا 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 وعشان الاهميه بتاعته حتى ربنا سمى سبحانه وتعالى سمى صوره في القران باسمه الا وهو عنصر الحديد وقال ايه ربنا سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع ليه ومنافع للناس تمام فطالما ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران اكيد ليه اهميه كبيره جدا 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 العنصر ده يا جماعه هو عنصر الايرون او الحديد او اللي بيرمزوا له بالرمز الكيميائي الاف اي ودي صوره من صور الحديد اللي احنا بنستخدمها في الزراعه طيب الحديد يا جماعه بيتواجد في الارض بيعتبر كرابع عنصر بعد السيليكون والاكسجين والالومنيوم بيعتبر هو العنصر رقم اربعه في تواجدا في الاراضي تمام؟ نسبته بتبلغ من 2 من عشرة في المية الى عشرة في كمية الحديد الموجودة في الاراضي بتكون اعلى كمية لعنصر الحديد متواجدة في الاراضي الرسوبية او اراضي دلتا النيل او دلتا الانهار تمام؟ وبتكون اقلهم في الاراضي الرملية، بتمثل في الاراضي الطينية في حدود سبعة حديد في الاراضي الـ الجيرية بتمثل 2% وفي الأراضي الرملية نسبة ضئيلة 1.2% من نسبة الحديد الموجودة في الأراضي الرملية إذا فالأراضي الرملية فقيرة جدا في عنصر الحديد ما علينا ولكن مقدمة لابد منها عشان الإنسان يبقى عارف هو بس متجه لناحية فين تمام؟ طيب آه بعد كده يا جماعه ايه المظاهر اللي ممكن تحصل آه بالنسبه لعنصر آه الحديد يعني انا لو شفت على النبات ايه اقول والله انا عندي نقص عنصر الحديد اولا عنصر الحديد يا حضرات آه مقترن تماما آه بالاوراق الحديثه يعني ايه يعني لما هيظهر هيظهر لي على الاوراق الحديثه مش على الاوراق المسنه ليه برضو بيظهر على الاوراق الحديثه هيظهر على الاوراق الحديثه لانه عنصر غير متحرك او بطيء الحركه داخل النبات فلما يحصل النقص بتاعه مش هينتقل من العن... من الاوراق المسنه دهيا الى آه الـ 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 الاوراق الحديثه ولكن البطء بتاعه هيظهر لي العنصر موجود آه النقص بتاعه في القمه النميه دهيت طيب اللون بتاعه هيكون ايه اللون بتاعه هيكون اصفر ألا ده كان الحديد مع موعد مع الاصفرار اذا الانسان اصيب بانيميا مثلا وراح يحلل عنده دكتور هيقول له والله عندك نقص حديد ولون هيلاقي ولون وشه اصفر كده ومش طبيعي تمام ده نتيجه ايه نتيجه نقص الحديد في الانسان اللون اصفر وفي النبات برضه اللون اصفر ما تتعبش نفسك كتير تمام آه هتلاقيه اللون آه في القمه الناميه اصفر تمام اولا هيبدا في الاخضر الباهت ثم يتحول الى الاصفرار ثم هتصبح الورقه لونها يميل الى الاصفر الباهت خالص او يميل الى الابيض تمام حاجه تانيه برضو ان حضرتك هتلاقي في نقص عنصر الحديد الورقه الحديثة بتاعت تبقى صغيرة ابتدت تاخد الشكل الصغير تمام هتلاقي الورقة دي أصبحت تبقى صغيرة هتلاقي اللون أصفر ولكن شايف العروق الوسطية اللي في الورقة دي هتلاقيها خضراء زي ما هي ما فيهاش أي مشكلة خالص طيب السؤال المهم واللي المفروض اي واحد متمكن او ذكي في الزراعه هيقول لي قال طب ما انت عندك النيتروجين بيظهر برضو على النبات اللون الاصفر اللون الاصفر ونقص عنصر المغنيسيوم برضو هيظهر اللون الاصفر والحديد انت بتقول لنا اصفر يا عم الشغلانه بتاعتك دي ايه طب احنا نفرق بينهم ازاي هقول لك بسيطه خالص يا سيدي الفاضل اولا هتروح على النبات لو في نقص عنصر ال آه نيتروجين هتلاقي اللون كل النبات ابتدى يدي اللون الاصفر او الاخضر الباهت وهتلاقي الظاهره دهيت لو زرعت الذره مكان القمح الذره الشاميه مكان القمح هتلاقي اللون الاصفر ده هو تمام طيب طب بالنسبه لعنصر المغنيسيوم ايه اللي يفرقه عن الحديد لا ده يفرقه كتير ليه هو اللي هيفرقه هيفرقوا يا حضرات ان عنصر المغنيسيوم من العناصر اللي هي الكبرى اللي هي سريعة الحركة في النبات، وبالتالي لما يظهر النقص بتاع المغنيسيوم هيظهر على الأوراق المسنة أولا، هيظهر على الأوراق المسنة أولا، تمام؟ هيظهر على الاوراق المسنه اولا وبعد كده لو حصل نقص شديد في عنصر المغنيسيوم هتلاقيه ابتدى يتحرك بس ببطء شديد الى القمه الناميه ولكن الفرق بينهم ان الحديد هتلاقي النقص بتاعه في القمه الناميه فوق اما المغنيسيوم هتلاقيه في القم في هتلاقيه في الاوراق المسنه اللي هي تحت بعد كده هيتحرك لي لفوق ده في الحال الحالات الشديده جدا ودي صعبه ان تحصل تمام اما بالنسبه للحديد هتلاقي النقص اصفر بين العروق هتلاقيه ازرق والمغنيسيوم برده هتلاقي بين العروق ازرق زي ما هو او اخضر زي ما هو ولكن بالنسبه للحديد هتلاقي يا جماعه بالنسبه للورقه دهيت او الاوراق الحديثه هتلاقيها صغيره جدا بالنسبه لنقص عنصر الحديد طيب في آه الطماطم على فكره يا جماعه من النباتات الحساسه جدا هي والفول بالنسبه لعنصر آه الحديد حساسه لنقص عنصر الحديد يعني اقل نقص عنصر الحديد تبص تلاقيه ظهر على نبات الطماطم على طول لانه حساس ليه تمام طيب آه بالنسبة آه ناخد بالنا لإيه في آه عشان ما يحصليش نقص العنصر الحديد خد بال حضرتك آه من ضمن الحاجات اللي بتظهر لي عنصر نقص عنصر الحديد لو انت اصرفت او سميت كتير تسميد فوسفاتي فالفوسفات بيوقف الحديد في تضاد ما بين الفوسفات وبين الحديد هيوقفه لي تمام فناخد بالنا من حته ان انا ما ازودش التسميد الفوسفاتي علشان ما عنصر الحديد طيب لو آه انا عايز آه ابدا آه ان انا ما يظهرش عندي آه نقص العنصر الحديد ببدا اجيب آه سلفات الحديدوز تمام وابدا بضيفها للنبات اثناء اعداد الارض للزراعه بمعدل شكاره رخيصه جدا مكتوب عليها سلفات حديدوز آه تقريبا باسعار بأس صغيره جدا يعني تمام دي بنجيبها وبنضعها مع الخدمه في وقلت الكلام ده كتير في الخدمه الارضيه طيب ليه انا مش عايز يظهر نقص عنصر الحديد لان يا جماعه خد بال حضرتك لو انا في العمر دهوت من عمر الطماطم مثلا آه عندي شهرين ولا حاجة أهون وابتدى يظهر النقص صعب جدا حتى لو أنا هضيفه حتى لو أنا هضيفه رشا على الأوراق لأنه عنصر غير متحرك بيقعد فترة كبيرة على ما يبدأ يتمثل في النبات هتحصل مشكلة جامدة بالنسبة للثمار عندي وللنبات عموما وممكن ما يؤديش إلى دورة حياة النبات كمان تنتهي تمام والموضوع ده بنشوفه في الأراضي الكلسية أو الأراضي الجرية فعشان كده لازم كعبك يكون عالي وكل 15 يوم تضيف تضيف رفشة آه سماد آه ورقي يحتوي على الحديد والمنجنيز والزنك ضيفه ماسيدي كل 15 يوم مش هيحصل عندك حاجه خالص تمام؟ ايه اللي ممكن يعمل لي مشاكل كمان؟ اه انك انت آه قلت تسرف في التسميد الفوسفاتي وان حضرتك كمان تكون زارع في اراضي كلسيه، الاراضي الكلسيه طالما البي اتش عندي ارتفع لازم يحصل عندي نقص لعنصر الحديد آه تمام؟ فناخد بالنا هو الحديد اساسا مقترن بالاراضي الكلسيه يا جماعه بيحصل نقص للكبريت الحديد في الاراضي الكلسيه ليه بيحصل لان اساسا لما بتيجي تمتص لما بيجي النبات يمتص الحديد تمام وهو موجود لو ارتفع البي اتش في ارتفاع للبي اتش اذا في ثاني اكسيد كربون في ميه دي بيحول لي قصه الكب... الحديد ده هو آه الى آه بيحول الكربونات الكالسيوم الى بيكربونات وبالتالي البيكربونات اساسا اول ما بتشوف الحديد بترصبه في الجدر مباشره فلازم يحصل عندي نقص العنصر الحديد في الاراضي الجريه احمي نفسي ازاي في الاراضي الجريه او الاراضي الكلسيه احمي نفسك يا حبيبي وربنا يحميك من فوق انك ترش ورقي ترش رش ورقي ما ينفعش انك تضيفه ارضي او اذا ضفته فبتضيفه على صوره آه مخلبيه بحيث ان هو ما يتعطلش ابدا وفي الخدمه بتاعتك في الاراضي الرمليه او الاراضي الطينيه يا ريت تضيفه في صوره سلفات حديدوز دي قصه الـ الـ الحديد معانا يا جماعه انا مختصرها بقدر الامكان الـ الـ اللي بقول لك الفيديو صدقني انا مختصر لك يعني الحديد ده عشان تتكلم فيه هتاخد لك ساعه عشان تتكلم على عوامل الارضيه اللي ممكن توقف عنصر الحديد والعوامل النباتيه والتواجد بتاعه والمعادن اللي بتواجد فيها الاوليه والسنوية دي قصه طويله خالص اما انت عشان راجل مستخدم بس فانا يعني بحاول اقول كلمتين بحيث انك تعرف الاعراض بتاعت نقصه ولو حصل اعراض النقص بتاعه تقدر تعالجها ازاي بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو دهوت شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وما ننساش اضافه الاحماض عشان تيسر لي عنصر الحديد لانها تنزل لي البي اتش وبالتالي هينزل هينزل, هينزل, هينزل هيتيسر عنصر الحديد شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته que